فينا ما بيحبش الشعر الكيرلي؟ حر وشمس وعرق وبحر وبسين وحاجات كتيرة قوي بتحسسنا ان احنا محتاجين نغسل شعرنا كل يوم الحقيقة. وطبعا مع الحر وموجة الحر اللي احنا شفناها مش بس كل يوم ده، انت ممكن تبقي عايزة طول النهار تحطي شعرك تحت المية. لكن هل ينفع ان انا مع الحر ده ومع البحر ومع المصايف اروح كل شوية امسك السشوار واهلك شعري؟ طبعا بسين فيه كلور وبحر فيه ملح وفي حاجات كتيرة قوي ممكن كمان تضر شعري، أكمل بقى عليه كل يوم وأنا خارجة بعد الظهر أمسك السشوار وأمسك البيبيليز وأفضل أعمل فيه، ولا أعمله كيرلي؟ يلا كل اللي بيحب الشعر الكيرلي يجمع كده قدامنا، وحتى لو أم وعارفة بنتها بتحب الكيرلي وحابة إن هي طول النهار تعمله تقعد وتسمع كلامنا النهاردة عشان تعرف وتنصح بنتها. كل ده هنعرفه أكتر مع ضيفتنا اللي بتشرفنا وسعداء جدا بيها، أستاذة مارينا جوج، بلوجر متخصصة في الشعر الكيرلي. أهلا بيك يا مارينا. أهلا بيك يا مارينا. ومارينا جاية بالستايل بقى. كل سنة وأنتي طيبة يا مارينا بتبتسم العطرة. وخلينا نبدأ معاكي، والسؤال اللي دايما بيوقفوكي عليه في الشارع انا واثقه من كده يعني كل شويه قولي لنا انت عامله شعرك كيرلي ازاي، عملتيه ازاي، بديتي ازاي، هي دي بقى الاسئله اللي احنا عايزين نعرفها النهارده. اشمعنى المجال ده او التخصص ده اللي انت قررتي ان انت تعمليه ويبقى انت تبقي بلوجر في قصه الكيرلي، وعملتي ايه عشان تخلي شعرك اصلا كيرلي؟ بصي، هو انا في البدايه انا ما عملتش حاجه عشان اخلي شعري يبقى كيرلي، يعني انا ما حولتش طبيعه شعري. هو انا من زمان من وانا طفله انا شعري اصلا لما كنت بغسله واطلع من الشاور خلاص هو كيرلي من غير ما احط اي حاجه خالص على شعري. بس لما دخلت الكليه طبعا البنات كلهم بيعملوا شعرهم بالزبط. وبعدين حسيت كمان ان هو الناس بتبص للناس اللي شعرها كيرلي اللي هو لا وحش كان زمان، لكن دلوقتي بقى حاجه تانية خالص. لسه صدقيني لسه في ناس بتفكر بالطريقه دي وشايفين ان كيرلي ده انت منكوشه كده، روحي سرحي شعرك، روحي لمي شعرك. قلت لا، طب مارينا نعرف يعني. عروسه يوم الفرح عملت شعرها كيرلي. دلوقتي بقى الموضوع ده يمكن لا، انا شفت واحده بس الحقيقه، بس استغرب فيها ايه زي القمر. كان زي القمر، هي بتبقى ستايل جديد وشكل جديد على الغير المعتاد. عينينا دايما بتشوف الناس بتعمل شعرها مفروض، بس ما فيش حد شاف حد شعره كيرلي طبيعي. يعني هو من غير ما يبذل فيه اي مجهود هو بقى كيرلي. فطبعا انا ضيعت الفرصه دي من ايدي وابتديت ان انا اكوي شعري زينا كلنا في مرحله الجامعه زي ما انت بتقولي كلنا ضيعنا الفتله بتاعت شعرنا الكيرلي الناعمه الجميله الطبيعيه لشعر مفروض خالص. بالظبط، هي ده اللي انا عملته بالظبط لحد ما اطراف شعري يعني خلاص بقت مفيش خالص متقصفه وشعري كله فرد. فطبعا اتخرجت، يعني انا خريجه كليه صيدله فاروس اسكندريه، ما اتخرجت من الكليه بقيت اقول المفروض ان انا دكتوره، ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ يعني ازاي انا بهدلت شعري بالمنظر ده؟ طب ارجعه كده ازاي؟ بالظبط. لا ما سكتش. ايوه احنا عايزين النقطه دي يعني. انا عايزه اقف عند ما سكتش دي واشوف احنا طبعا في الصيف والدنيا حر وبهدله، ازاي نعتني بيه؟ الصيف يعني بحر، يعني سفر، يعني شمس. اهم حاجه وانا نازله في الشمس ان انا احط على شعري زي هيت بروتكشن، زي ما انا بعمل بالظبط في بشرتي. يعني دايما وانا نازله الصبح بحط على وشي سان سكرين لان وشي بيتاثر بالحراره. بالظبط شعري لازم احط اي نوع سيروم عندي بيحمي الشعريه من الحر ومن الشمس ومن البحر، واتيفر بقى انا رايحه فين من الهيشان. وكمان دلوقتي في الماركت بقى في حاجات كتيره قوي اس بي اف 50 تحط على الشعر زي السبراي، بتسهل جدا الاستخدام من غير ما انا اوسخ ايدي او الوثها او اي حاجه، ومجرد ان انا برشه على شعري وخلاص انا انطلق بقى في الحر. لا ازاي برضو انا اصل انا بصي انا طول عمري ببقى نفسي اعمل كيرلي الحقيقه وما بعرفش، وباجي حتى لما في المصيف اعمله ابص الاقيه شويه ويبقى عارفه الشكل المندي الجميل ده الرطب، بعد كده الاقيه ينشف ويهيش. ما علشان اعملها ازاي؟ علشان حضرتك تكويك شعرك كتير جدا. المكوه نفسها بتخلي الشعر حتى لو عايز يرجع لطبيعته هي بتوقفه، بتخلي الشعر عايز خلاص انت يعني هو ها يبتدي يبقى كويس فتقومي جايه كويه فيبتدي يتفرد. فبعد ما توقفي مكوه مثلا يومين ثلاثه او اسبوع تلاقي شعرك ولا هو كيرلي ولا هو عايشه كده وخلاص ومش فاهمين ده مين بتاعتها فين. مش مظبوطه. وبالذات الناس اللي هي بتبقى في المرحله الانتقاليه اللي هي الترانزيشن فيز، بعد ما بتوقف الحراره في طريقها بقى لعلاج شعرها ورحله العلاج بتقابل المشكله دي ان هي شعرها بيبقى وحش جدا ولا هو كيرلي ولا هو ويفي ولا هو ستريت. طب انا هنزل بيه كده؟ اقول لها لازم تنزلي بيه كده. بنتي عملتي ايه مورينا عشان ترجعيه كيرلي تاني وعالجتيه ازاي؟ انا ابتديت مع نفسي ان انا اشوف انا شعري بيحب ايه، شعري افهم طبيعته،
هل هو شعري بيحب المنتجات اللي هي تقيلة، قوامها تقيل، قوامها خفيف، كله كان بالتجربة. وابتديت أعرف شعري إيه الحاجات اللي هو محتاجها، وابتديت أن أنا أعملها. ابتديت أهتم مثلا بزي خلطة مثلا الروزماري. الروزماري دي أنا عامة مش بصف معنا صورة ليكي وانت شعرك كان لسه ده. أنا على فكرة كنت هنا فاكرة أن أنا شعري كده كيرلي. كنت انت فاكرة كده على فكرة كلنا مرينا بنفس المرحلة. أنا هنا كنت في ترانزيشن فيز. أنا هنا كنت موقفة حرارة. وكمان لو لاحظتوا كنت عاملة صبغة في شعري. كنت موقفة حرارة تقريبا قد إيه؟ هنا كنت موقفة شعري من الحرارة حوالي 5 شهور. 5 شهور. كان ابتدى اللي هو في موجة تكسيرات في الشعر بس على مفرود. مع كتر الترطيب بتاع حمام الكريم، طبعا دي حاجة مهمة جدا، حمام الكريم مهم جدا في الترطيب وخصوصا في الصيف، هو اللي ابتدى يحسن من منظر شعري تدريجيا. طبعا الموضوع بياخد وقت، يعني مش معقول بعد ما انا قعدت 5-7 سنين اعمل شعري كل يوم بطريقه مستمره انه في يوم وليله انا عايزاه يبقى هيلثي ويبقى شكله شعري. ايوه اوقف حراره قد ايه؟ يعني في ناس بتفتكر ان الشهر ده تقول لك انا بقالي شهر موقفه ومفيش حاجه حصلت ولسه زي على طول. على طول يعني انا لو عندي مناسبه مثلا ولازم اعمل روحي شعري كيرلي. كيرلي خطير. انا بحضر كل مناسباتي بشعر كيرلي، يعني لو عندي فرح او عندي مناسبه انا مش بعمل شعري نهائي. انا بقالي اكتر من 5 سنين مش بكوي شعري خالص. طب ما في ناس بتعمل نفس الشكل واللوك ده بس بالحراره. ما ده بيبوظ الشعر اكتر. ما ده كده مش هيبقى هيلثي. تخيلي لو انت بس بتفرديه فهو بيتقطع وبيهيش والتشاين بتاعه بيروح. طب ما بالك بقى لما بتلفيه فالشعرايه شوفي بتتني كم مره فبتتقطع جامد جدا، فده مش هيخلي شعر ده مشكله كبيره جدا. انت اول حاجه عملتيها ان انت وقفتي خالص الحراره. دي اول طريقه للعلاج. تمام. على فكره الكلام اللي انا بقوله ده مش شرط للناس اللي هي عايزه تبقى شعرها كيرلي. في ناس طبيعه شعرها مش كيرلي، طبيعه شعرها عاديه. بس انا الهدف من اللي انا عايزه اقوله ان ازاي احافظ على شعري، ازاي ارجع شعري لطبيعته واخليه هيلثي. المكوى كتير مش بتخلي طب غير المكوى ايه تاني؟ الكلام ده مش هينفع معانا احنا خالص. تفتكر لا بس نانسي في المصايف على فكرة على قد ما بتعمل شعرها بتعمله كيرلي وبيبقى حلو. انا ازاي ما اعرفش بس يعني غير الحرارة نعديها. لا صدقيني في ناس فعلا بالحرارة على حسب بقى برضو نوع الشعر. نوع في شعرية بتتحمل وده برضو ما يغنيش ان هيكون في تأثير ضرر جدا من الحرارة على الشعر. مهما كان الشعر بيتحمل مرة في مرة في مرة مع فترة طويلة هتلاقي شعرك بيتأثر أكيد بالحرارة، دي حاجة أكيدة. بس في شعر بيتحمل شوية، في شعر ممكن تقيل ممكن لو دوسنا عليه بحرارة شوية ممكن ياخد وقت على ما يبتدي يبوظ. طب غير إن أنا بطل الحرارة إيه تاني؟ تاني حاجة أهتم بحمامات الكريم زي ما قلت مهم جدا. أهتم بقى إن أنا إزاي أطول شعري، إزاي أرجع التشاين لشعري. ده بيحصل بحمامات الزيت. مهم جدا إن أنا أعمل حمامات زيت على شعري، دي حاجة بتتقل الشعر. وفي ناس كتيرة قوي فاهمة إن حمام الزيت بيوقع الشعر، ده نتيجة سوء استخدام. يعني حمام الزيت بيتحط على الفروة ويتساب بالكتير قوي ساعة. نعرف في ناس بتسيب حمام الزيت على شعرها ب7 ساعات وبتنام بيه يعني ومكملة. بس ما بيأثرش على الشعر؟ لا بيأثر لو سبته فترة طويلة. بيوقع الشعر بدل ما يديه. عمري ما عملت مارينا وما بفكرش فيه، مش عارفة ليه حمام الزيت مش عارفة. بس ان ده صعب قوي. مهم جدا. لا مهم جدا. وكتير يقولوا لا ده بيوقع الشعر زي ما انت عشان هما بيستخدموه غلط. وفي ناس بتقول بيقصف كمان. ما هو برضو علشان هما بيحطوه ازاي. على فكرة كميات صغيرة جدا من حمام الزيت هي كفاية. مش لازم اغرق، مش لازم انواع معينة يعني. لا عادي، يعني مثلا في زي زيت الأرجان، زيت جنين القمح، زيت اللوز، في زيت الروزماري. وده طبعا دي حاجة معروفة جدا قد إيه، يعني حتى في الطب معروف قد إيه الروز الميري بيأثر على الشعر، إن هو بيساعد في إن هو الشعر يطول. ممكن ناس شوية تحس إن هو بينشف شعرها، فعشان كده إحنا لازم نهتم بالترطيب بعد ما نعمل الروزماري بالذات. زيت وبينشف؟ ساعات في ناس بتحط منه. طب الملمس الزيتي ده أنا بخاف مثلا بعد ما أغسله برضو يبقى فيه ملمس كده. بالظبط دي نقطة مهمة. أنا لما باجي أغسل شعري بعد حمام الزيت بالذات لازم استخدم شامبو يحتوي على الصلفيت. طبعا ناس كتيرة قوي شايفة احنا كده الكيرلي كده بنقول فري صلفيت بيبقى احسن. لا دي معلومة غلط، مش كل انواع الشعر تحتاج الفري صلفيت. بالعكس في ناس اللي هي فروتها دهنية دي محتاجة تنظف شعرها بشامبو يحتوي على الصلفيت. ليه؟ علشان الفروة تنظف. يعني واحدة فروة شعرها دهنية بتطلع زيوت كتير جدا بطريقة طبيعية. انا عملت لها كمان حمام زيت. حتى لو ما عملتلهاش كمية الزيوت اللي جوه على فروة الشعر دي لو ما نطفتش باستمرار بطريقة صح
هتعمل تراكم وهتعمل قشره وهتعمل فطريات وشرايين. خطوات الكيرلي بقى علشان نعرض لحضرتك الفيديو دلوقتي ونشوف انا 1 2 3 اعمل شعري كيرلي ازاي. اول حاجه انا بغسل شعري بالشامبو المناسب لنوع فروه شعري، دي اول حاجه. تاني حاجه لما باجي اعمل ستايلنج انا بيكون معايا بخاخه زي دي بالظبط، بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها الليف ان اللي هو الكريم اللي انا بسيبه على شعري اللي بستخدمه في الستايلنج مع الميه، ودي طريقه سهله جدا. يعني احط الليف ان مع الميه؟ مش هيجرى فيها اي حاجه، حتى لو انا عايزه اعمل ريفرش لشعري. مش هيفصل يعني، في ناس بتخاف ان هو يفصل. لا اصل انا مش حاطه زيت. يعني الزيت مع الميه هيفصله، بس ده كريم هو بيندمج جدا مع الميه وخلاص بحطه على شعري. كريم ليف ان. كريم ليف ان معاه ميه. اي كريم ليف ان؟ اي كريم ليف ان بيبقى في حاجات بتقال عليها انها مخصصه للشعر الكيرلي، بس دي مش حقيقيه قوي. عن منتجات كتير علشان في هايبس كتيره قوي دلوقتي طالعه ان الشعر الكيرلي نستخدم له ايه، فطبعا البراندات بتحط تحتيها فور كيرلي هير، بس هي مش لازم تبقى الكيرلي هير، اي حد ممكن يستخدم غير الكريم. اول حاجه الكريم بالميه، وببتدي يعني ليه ميه؟ لان الميه هي اللي بتساعد على توزيع الليف ان ده على شعري علشان شعري كله يوصل له الكريم ويبقى شعري كله مترطب وشايفين في الفيديو. دي اول حاجه. يعني انت بتشرحي في طريقه الستايلنج بقى اللي انا بستخدم فيها الفرشه دي. دي فرشه الكيرلي، دي فرشه الكيرلي هير، دي فرشه مخصوصه اسمها دينامن برش. الفرشه دي انا بستخدمها في ان انا اعمل شعري بالشكل ده بالظبط. انت عندك الفرشه دي تنفع؟ دي بتخلي الكيرلز ضيقه قوي، يعني بتحدد الكيرلز جامد جدا. ممكن تتعمل بكذا طريقه ثانيه، يعني مش لازم استخدم الفرشه لو مش عندي، ممكن استخدم ايديا. في ناس بتقعد تعمل كده سكرانش بالظبط، هو ده اللي انا عاملاه. هو ده. انا بعد ما ببل شعري بحط بعمله كده سكرانش فوق، او فينجر كويلنج اللي هو طريقه البلح بتاعت زمان بتاعت الاطفال دي، وبعد ما بينشف ببتدي افكه. وممكن برضو استخدم سشوار. موضوع الفرشه ده بيختلف حسب شعر كل واحده، يعني ممكن ناس شعرها يبقى حلو قوي بالفرشه وناس تانية اللي شعرها كيرلي اوفر يقصر اكتر ويبقى طالع لفوق. عشان كده انا مع نفسي بحب ان انا استخدم طريقه السكرانش، لانها بتدي فوليوم، بتخلي فيه كيرلز بس تديني فوليوم اكتر وشعري مش بيقصر بزياده. فاللي عايز فوليوم اكتر يستخدم سكرانش او فينجر كويلنج. بس بالنسبه للفرشه هي عايزه حد عايز ديفينيشن وكيرلز متحدده بطريقه قويه جدا. يعني احنا دلوقتي حطينا ميه عليها ليف ان، وبعد كده عملنا بالفينجر كويلنج او باي حاجه اللي احنا بتنفع معانا. وبعدها على طول قبل ما ابتدي انشف شعري بالسشوار والديفيوزر لازم اكون حاطه جل. جل هو جل زي ده. اي جل ده؟ بذر الكتان. ده بالظبط، برافو عليكي. ده بذر الكتان. ده احنا ممكن نعمله في البيت عادي جدا، ان انا بجيب بذر الكتان ده من اي نوع اي عطار، واخد بذر الكتان ده في حله على النار مع شويه ميه وابتدي اغليه. كل ما انا بغليه كل ما القوام بتاعه بيبتدي يتقل والفيسكوسيتي بتاعته بتزيد، فبالتالي لما بيبرد بيبقى عامل زي الجل. ده طبعا ما فيهوش اي ضرر. بتصفيه ولا اي ولا اعمل ايه؟ اوكي بتصفيه عادي، هو اصلا بيدوب يعني مع الحراره والتقليب. سيبيه مثلا 3 4 دقائق على النار تلاقيه داب خالص، ما فيهوش اي بواقي خالص ولا اي حاجه. بس بتبقى الحبوب بتاعت البذر نفسه موجوده. ممكن تصفيها كده كده، انت لما هتضغطي هي مش هتطلع في ايديكي. يعني ده ممكن يكون برده في ليه مقدار ميه معين؟ لا على حسب انت حاطه بذر الكتان قد ايه. انت بتعايري بقى، يعني شوفي انت حاطه كميه قد ايه. ده يقعد معايا في التلاجة مثلا فتره طويله؟ بعد كده في التلاجة. اوكي. تستخدميه بثابت الكيرلز، حلوه جدا، بيدي لمعه. انت عاملاه في البيت متاكده ان هو ما فيهوش اي كيميكلز لو انت خايفه تستخدمي اي نوع اي اضافات خالص ولا اي زيوت ولا اي حاجه ولا اي حاجه. هو اوريدي مش بينشف الشعر وبيدي الشعر تشاين. ده بيتحط امتى بقى ويتحط ازاي؟ بعد ما حطينا الليف ان وحطينا الستايلنج وخلاص خلصنا، قبل بقى ما نقفل وننشف. قبل ما نقفل بالظبط هنستخدم شويه صغيرين كده. ويتوزع ازاي بقى على الشعر؟ بعمله كده وببتدي احطه بالهاند براينج كده. بس كده كده. قولي لي كده مش بفرد الستايلنج اللي انا عملته وانا بشد تحت كده؟ لا انا بتكلم علينا احنا، مش بتكلم عليك. مارينا قولي لي يعني ده يدي الشكل اللي هو عارفه كاني شعري مبلول كده؟ يعني انا ما بحبش الكيرلي في اني الشعر يبان ان هو هايش وناشف ومش بيلمع. فايه اللي ممكن يخليه عارفه لما بتغسلي شعرك كده وتلاقيه طري كده ومبلول؟ احنا الكيرلي بالذات بيبقى محتاج ترطيب على طول، ما نوقفش ان احنا نرطب. الشكل المبلول ده يجي بايه؟ ما هو مش هيجي شكل مبلول. ازاي شكل مبلول؟ هو لازم يبقى ينشف. قصدها ان الخصله تبقى ملفوفه اللفه بتاعتها، ما فيش اي شعر منتش منها، ما فيش اي حاجه كانها لسه معمول. شعره مش بيهيش. يعني ما فيش حد بيتخلص من الهيشان بنسبه 100%. احنا اوريدي في طبيعه الجو ومع التراب لازم كده كده هيبقى في نسبه هيشان، بس انا اقدر اتحكم فيها بقى. ودي بتقل ممكن لو انا مثلا متضايقه من ان في
فيه شعرتين ثلاثه بره، شويه سيرم صغيرين على ايدي واحطهم على شعري، شويه زيت خفيف جدا جدا، انواع الزيوت الخفيفه زي زيت الارجان مثلا، زيت الجوجوبا، شويه صغيرين كده على ايدي. ده وانا بعمل الستايلنج ولا بعدين لما مثلا ثاني يوم او حاجه؟ يعني مثلا الناس اللي بتستخدم الديفيوزر ويعني مثلا ديفيوزر السيليكون. طيب خلينا نقول بعد كده بتعملي ايه عشان الوقت أوكي بتاعنا. اوكي السشوار بركب فيه الديفيوزر وبعمله دايما على البارد، مش بنشف شعري على السخن خالص، ان طبعا الحراره بتاثر على الشعر. فعلى البارد بركب السشوار في الديفيوزر وببتدي اعمل سكرانش لشعري بالطريقه دي. تمام. طب انا لو ما عنديش دي اعمل ايه؟ بتحط مصفى. شفت بقول تبع. لا لا هي شوف. ايوه مصفى. مصفى من اللي هي الضيقه دي بتاعت المطبخ عادي، وتحطيها كده مع السشوار. دي حاجه تزق الشعر على فوق. انت لو عملتي كده بايديكي عمري ما عملتي كده خالص، هو بينشف لوحده. بس دي احنا الفكره بتخلص خلاص، بس عايز اسالك على حاجه. فكره الفوطه الفايبر وفكره التوكا الستان دي مهمه جدا في الستايلنج بتاع الكيرلي. مهمه جدا لان الفوطه الفايبر ناعمه جدا على الشعر، بتحافظ على ان الشعر يفضل مترطب فتره طويله، والتوكا الستان بتساعد ان الشعر ما يتقطعش. تمام. الحقيقه انا كان نفسي يبقى في وقت اطول من كده، لان فعلا فكره مهمه قوي. انا بشكرك جدا استاذه مارينا جورج، بلوجر متخصصه في الشعر الكوري. شكرا لك يا مارينا، امتعتينا. شكرا لك يا ميرفت، وشكرا كمان لخدمه الاشاره استاذه حنان بشرى. وشكرا لكم مشاهدينا، استنونا يوم الخميس القادم قبل ساعه من دلوقتي في حلقه جديده ومانيه جدا.